النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: طاهر أبو زيد يجب احترام اختيارات عمومية الأهلي. سيد معوض يؤكد أن الأهلي جاهز لموقعة رادس. وفتح ضمن التشكيل المثالي لدوري الأبطال. بكم مجددا والى التفاصيل. طلب طاهر ابو زيد نجم الاهلي ووزير الرياضه الاسبق الجميع باحترام لائحه النادي الاهلي والتي اقرتها الجمعيه العموميه بحضور نحو 15,000 عضو، مؤكدا انه ليس من المنطقي اعتماد اللائحه الاسترشاديه. وقال طاهر ان الوقت مبكر للحديث عن الانتخابات في ظل عدم فتح باب الترشح حتى الان وعدم معرفه اللائحه التي ستقام عليها وعلى أساسها الانتخابات. وأضاف أبو زيد أن الترشح في الانتخابات حق مكفول للجميع داخل الأهلي، لافتا إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف الجميع من أجل عبور مباراة الترجي التونسي. ونبقى مع تصريحات وزير الرياضة الأسبق الكابتن طاهر أبو زيد، ولكن على موقعة الأهلي والترجي، حيث طلب الفريق بضرورة الحذر الدفاعي خلال المباراة يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الثمانية من بطولة أفريقيا. وقال أبو زيد أن الأهلي لابد وأن يخوض المباراة بتأمين دفاعي من بدايتها حتى لا تستقبل شباكه أي أهداف تزيد من صعوبة اللقاء. وشدد نجم الأهلي الأسبق على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والعودة لبطاقة التأهل، خاصة وأن الأهلي سبق له وأن حقق انتصارات كبيرة في ملعب رادس. أبو تريكة الفتحي العالمي، أحمد فتحي العالمي. من هنا كانت البداية. المصريين للبطولة راجعين 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 راجعين. لأرواحنا تناديكم، الكاس الله يخليكم. يحط الكرة لناجي جدو، هو جدو في المرمى جول. فعلوها الرجال أولاد الرجال، الأهلي يرسم بسمة في عيون المصريين. كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي في تحقيق فوز يسعد جماهيره على ملعب رادس. بالعودة للأخبار من جديد، أكد سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق يخضع لتدريبات خاصة من أجل التغلب على مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى والتي ظهرت بقوة في مباراة الترجي التونسي الأخيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأوضح معوض أن الجهاز الفني منذ مباراة الجيش الماضية وهو يخصص تدريبات للمهاجمين من أجل حل أزمة إهدار الفرص. وأشار مدرب الأهلي إلى أن الجهاز الفني طلب من المهاجمين الهدوء أمام المرمى وعدم التسرع من أجل تسجيل الأهداف. أكد سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الأهلي على جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد رادس ضمن إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال معوض إن مؤمن زكريا وليد سليمان جاهزان للمباراة، لافتا إلى أن الجميع يستعد بقوة للقاء المصيري. وشدد معوض على ثقته في قدرة اللاعبين على الفوز بتونس وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي على الرغم من التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب. استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خوض الفريق تدريبين عقب وصوله إلى تونس يوم الخميس المقبل استعدادا لمواجهة الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسيخوض الأهلي تدريب على ملعب الجامعة يوم الخميس على أن يخوض الميران الرئيسي في اليوم التالي على ملعب رادس. أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن ثقته في لاعبي فريقه وقدرتهم على انتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي الأفريقي عندما يواجه الترجي في مباراة العودة المقررة السبت المقبل بالملعب الأولمبي برادس. وأضاف عبد الحفيظ فور وصوله ظهر اليوم الثلاثاء وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي إلى مطار تونس قرطاج الدولية إلى أن جميع اللاعبين جاهزين لمباراة السبت المقبل، وهناك حالة من التركيز الشديد لدى اللاعبين لتحقيق الفوز واستكمال المشوار نحو الأدوار النهائية في البطولة. وحول التحكيم أشار عبد الحفيظ إلى أن النادي الأهلي يركز في المباراة فقط من أجل الفوز والتأهل من ملعب رادس، مضيفا أن تاريخ المواجهات بين الناديين في البطولات الأفريقية تصب في مصلحة النادي الأهلي، وأن الفكر المتعلق بأن الأفضلية تكون لصاحب الأرض والجمهور لا مكان له في كرة القدم حاليا. أكد سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالأهلي أن تواجده وسيد عبد الحفيظ قبل يومين من وصول بعثة الفريق إلى تونس تستهدف مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق وملاعب التدريب وقاعات المحاضرات وكافة الأمور ذات الصلة لتوفير أفضل مناخ للاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الترجي. ووجه عدلي الشكر للسفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس والذي كان في استقبالهما في مطار تونس قرطاج الدولي على جهوده وتنسيقه الدائم والمستمر مع مسؤولي القلعة الحمراء لتذليل كافة العقبات والعمل على توفير كافة احتياجات الفريق حتى قبل الوصول إلى تونس. قام حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإلقاء محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق والمقيدين في القائمة الأفريقية عقب الميران الصباحي والذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وحرص البدري خلال المحاضرة على شرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بمباراة الترجي التونسي والتي يخوضها الفريق يوم السبت القادم في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، فيما سمح الجهاز الفني لمجموعة اللاعبين غير المقيدين بالقائمة الأفريقية بالغياب عن المحاضرة. قام أحمد فتحي ومحمد الشناوي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جانب من التدريبات البدنية المنفردة عقب انتهاء الميران الصباحي اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص الثنائي على القيام بالجري حول الملعب عقب انتهاء الميران الصباحي والذي أقيم صباح اليوم.
عرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكدمة خفيفة في الكتف خلال ميران الفريق الصباحي اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وتعرض أزارو للإصابة في الكتف خلال كرة مشتركة مع محمد نجيب مدافع الفريق، وأكمل اللاعب الميران بعدها بشكل طبيعي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن حول استعدادات الأهلي للقاء ترجي عبر الهاتف الزميل كريم أحمد. كريم أهلا بيك. أهلا بيك فيروز وأهلا بكل السادة المشاهدين. كريم احكي لنا عن استعدادات الفريق لمواجهة الترجي في رادس يوم السبت إن شاء الله. استعدادات أكيد مكثفة من قبل كابتن حسام البدري والجهاز الفني للنادي الأهلي استعدادا لمباراة الترجي الهامة اللي ننتظرها أكيد كل عشاق وجمهور النادي الأهلي، واكيد بنتمنى كل التوفيق في البدايه للنادي الاهلي في هذه المباراه مهمه، لكن النادي الاهلي عودنا خارج الارض ان شاء الله ان هو يفرح جمهور ويقدر يخطف بطاقه التاهل ان شاء الله من رادس. ابدا معاك طبعا التدريب النهارده كان الساعه 9 صباحا، بدا طبعا الكابتن حسام البدري كعاده التدريب بجري حول الملعب، ثم من بعد طبعا الجري بعض الاطالات الخاصه بمحمد ابو العيله وانيس الشعلالي مخطط الاحمال. الكابتن حسام البدري يمكن زي ما بكلمك طبعا حاول بقدر الامكان النهارده ان هو يقسم الفريق مجموعتين، المجموعه الاولى كانت مع الكابتن حسام والمجموعه الثانيه مع الكابتن سيد معوض. الكابتن حسام البدري بيركز بشكل كبير جدا على انهاء الهجمات، الكثافه العدديه بشكل كبير جدا في منتصف الملعب، كل اللعيبه المقيده في القائمه الافريقيه كان ليهم جانب من التدريب، وايضا اللاعبون طبعا اللي ما بيشاركوش بشكل دائم او اللعيبه طبعا اللي مش مقيده في القائمه الافريقيه كان ليها تدريب خاص. الكابتن حسام النهارده والجهاز الفني وقف التقسيمه اكثر من مره، وقف التدريب اكثر من مره، كان في شرح كبير جدا سواء للتمركزات في خط الدفاع خط الهجوم، لكن في حاله كبيره جدا من التركيز لكل اللاعبين، اللعيبه مركزه جدا في التدريب في حماس شديد. حذر باكثر من مره كابتن حسام بعدم الدخول او عدم الالتحامات اللي ما في اي التحامات مع اللاعبين طبعا تجنبا للاصابات، لكن النهارده كان تدريب قوي تدريب مميز لكابتن حسام البدري. ارجع معاكي لو اللعيبه طبعا اللي ما شاركتش في التقسيمه عمرو بركات واكرم توفيق وايمن اشرف بكماني اسلام محارب واحمد بيكم، لكن كافه اللاعبين المقيدين افريقيا شاركوا في التقسيمه في المران، وكان تدريب مميز جدا للنادي الاهلي. هينقل طبعا كابتن حسام وهيبدا يغير ميعاد التدريب غدا، هيكون في الساعه 5 بدل من الساعه 9، والامور ماشيه بشكل طيب حتى هذه اللحظه. طيب نعم. طيب كريم ايه حاله ميدو جابر؟ ميدو جابر باكد لك جاهزيته، وميدو جابر طبعا زي ما احنا كنا عارفين كان عنده يعني اجهاد او شد في منشا العضله الاماميه خلال الايام الماضيه، النهارده شارك بشكل قوي جدا في المران. اتاكدنا كمان من طبيب الفريق كابتن خالد محمود قال ميدو جاهز، كل اللعيبه جاهزه، وليد ازارو كمان باكد على الكدمه اللي تعرض ليها النهارده ما اثرتش عليها، وتحامل على نفسه، عنده طبعا كان كدمه في الكتف واشتكى منها، لكن جاهز بشكل كبير. الحاله البدنيه والمعنويه لكل اللاعبين يعني ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق، وهم مركزين جدا 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 في المباراه القادمه، وزي ما بقول لك غدا هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي قبل السفر ان شاء الله صباح يوم الخميس الى تونس باذن الله. كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة للأخبار من جديد، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن التشكيل المثالي لمباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وشهد تواجد أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ضمن القائمة والتي جاءت كالتالي: حراسة المرمى محمد فتحي من أهلي طرابلس، ومن الدفاع أحمد فتحي من الأهلي، موتيجيكا مانديشا من سان داونز، ومحمد كوناتي من النجم الساحلي، محمد الترهوني من أهلي طرابلس، ومن الوسط مؤيد اللهفي من أهلي طرابلس، فاصيني كاليبالي من الترجي التونسي، وتيمبا زواني من سان داونز، وتوماس ميراندا من سان داونز أيضا، ومن الهجوم أسامة دارفالو من اتحاد العاصمة، يانيك زاكري من سان داونز. كان واحد قلبنا جامد.
وبالعودة للأخبار من جديد وإلى أخبار منتخبنا الوطني، حيث أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أنه سيتواصل مع مسؤولي نادي أهلي جدة السعودي للاستفسار عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للمنتخب والنادي السعودي. وقال لهيطة أنه سيطلب تقريرا طبيا عن إصابة عبد الشافي، موضحا أن الجهاز الطبي للمنتخب سيحسم حضور اللاعب للمعسكر للخضوع لاختبار طبي من عدمه بناء على التقرير. وكان الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب المنتخب قد اختار أمس 14 لاعبا محترفا من أجل مباراة الكونغو المقبلة في تصفيات المونديال، من بينهم محمد عبد الشافي. حدد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي موعد وصوله إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل والمقرر في بداية أكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهة الكونغو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا والمقرر لها في 8 أكتوبر المقبل. وأكد محمد صلاح للجهاز الإداري للمنتخب الوطني وصوله يوم 2 أكتوبر المقبل على أن يتوجه بعدها إلى برج العرب للمشاركة في التدريبات التي ستقام يوم 3 أكتوبر بالملعب الفرعي لاستاد الجيش الجديد ببرج العرب. أكد طلعت يوسف المدير الفني لأهلي طرابلس على صعوبة مباراة العودة أمام النجم الساحلي التونسي، مشيرا إلى أن فرص الفريقين متساوية بالرغم من الاعتراف من تفوق الفريق التونسي فنيا وبدنيا. وأكد يوسف أنه كان يسعى إلى عدم تلقي أي أهداف خلال مباراة الذهاب حتى تستسهل مهمته خلال العودة، خاصة وأن نتيجة التعادل الإيجابي وقتها ستكون في صالحه. كشف ميمي عبد الرازق المدرب العام لنادي سموحة عن رفض الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي بيع حسام حسن لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة. وقال عبد الرازق إن المجلس يرفض التفريط في أي من نجوم الفريق من أجل المنافسة على البطولات، مستشهدا بموقف النادي رفض بيع محمود عزت مدافع الفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية. قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. جولة في الملاعب العالمية، حيث كشف جوزيف بارتوميو رئيس نادي برشلونة الأسباني عن أن الفريق الكتالوني لن يتعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وقال بارتوميو أن الفريق حصل على كل ما يريد في الانتقالات الصيفية، وبالتالي من الصعب ضم أي لاعب في الشتاء، مضيفا ديولافيو عاد إلى الفريق وباولينيو لاعب خط وسط كنا بحاجة للتعاقد معه وفقا لتخطيطنا، وجلبنا سيميدو الذي أردنا ضمه، لذلك لا نحتاج ضم أي لاعب في يناير المقبل. قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الخلاف بين المهاجم البرازيلي نيمار مع رفيقه في خط هجوم باريس سان جيرمان كافاني، والذي رفض السماح له بتسديد ركلة الجزاء في لقاء الأحد الماضي أمام ليون في ملعب حديقة الأمراء، لم يقتصر فقط
على أرضية الميدان، بل امتد إلى غرفة خلع الملابس حيث دخل ثنائي في مشادة كلامية. من جانبه أبدى كافاني انزعاجه الشديد من نيمار بسبب طلب تنفيذ رجلة الجزاء، بينما أكد البرازيلي رفضه التراجع عن فكرة تسديد ركلات الجزاء، ونال مساندة من قبل مواطنيه تياغو سالفا ودانيال ألفيس. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن نجم حراسة مرمى الفريق والمنتخب الألماني مانويل نوير خضع لعملية جراحية إثر إصابته مجددا بكسر في القدم اليسرى، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام. وذكر النادي البافاري في بيان أن نوير تعرض للإصابة خلال التدريبات أمس الاثنين وخضع للعملية بمدينة تويجن. وقال كارل هاينز رامانيجا الرئيس التنفيذي لنادي بايرن أن النادي يشعر بالأسف الشديد لإصابة نوير مجددا، مؤكدا أن العملية الجراحية مرت بنجاح وأن الحارس سيكون متواجد مع الفريق بداية من يناير المقبل. ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية الثلاثاء أن مدافع المنتخب الإنجليزي السابق لكرة القدم ريو فيرديناند سيعلن احترافه رياضة الملاكمة وهو في سن 38 عام. وكان فيرديناند العاشق للملاكمة والذي خاض 81 مباراة دولية وأكثر من 300 مباراة مع مانشستر يونايتد، قد اعترف في السابق أنه أمضى وقتا طويلا في صالات الملاكمة. وأقر فيرديناند أيضا أن ممارسة الملاكمة ساعدته كثيرا في حياته بعد وفاة زوجته ريبيكا أليسون في عام 2015 جراء إصابتها بسرطان الثدي. ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الثلاثاء أن نادي ريال مدريد الإسباني يبحث عن دعم حراسة مرمى، خاصة بعد فشله في جلب ديفيد ديهيا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليواصل الاعتماد على الكوستاريكي كيلار نافاس صاحب 30 عام. وقالت الصحيفة المقربة من النادي الملكي أن الريال تواصل مع الحارس الإسباني الشاب كيفا أريزابالاغا صاحب 22 عام، وأبدى رغبته في التعاقد معه، خاصة وأن عقده سينتهي مع أتلتيك فالفاو في يونيو المقبل. أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مسألة تجديد عقده مع الريال محسومة فعليا، وأنه سيوقع على العقد الجديد في حضون فترة قصيرة ليظل مرتبط بالفريق حتى عام 2020. وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل لقاء ريال بيتيس في الدوري الأسباني غدا الأربعاء إنه أمر جيد الاتفاق على تجديد العقد تم بالفعل، ولكن هذا لا يعني أي شيء، إنها مسألة روتينية. وأشار زيدان إلى أن تركيزه الأكبر ينصب حاليا على الفوز في مباراة الغد ليكون الأول للفريق في الدوري الأسباني على استاد سانتياغو برنابيو في الموسم الحالي،
وذلك بعد التعادل مع فالنسيا وليفانتي في المباراتين السابقتين على ملعبه. أوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي مروان فيلايني لم يوافق على تجديد عقده مع النادي حتى الآن. وذكرت الصحيفة أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ولكنه رفض الحديث في أمور التجديد قبل تعديل بنود عقده. وكان فيلايني قريبا من الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد عروض قدمت له من أندية ميلان وإنتر الإيطالية. يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى ضم حارس مرمى جديد لفريقه لخلافة الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون، والذي سيعتزل نهاية الموسم الحالي. وقالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لضم حارس مرمى أتلتيكو مدريد الأسباني يانو بلاك، والذي أثارت الشكوك حول بقائه مع ناديه الحالي. وكان يوفنتوس قد تعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لخلافة بوفون، والذي ينوي الاعتزال بنهاية الموسم الحالي قبل المشاركة مع منتخب إيطاليا في مونديال 2018 بروسيا. أعلن برشلونة الأسباني عن نجاح الجراحة التي خضع لها لاعبه الفرنسي عثمان دامبلي في قدمه اليسرى، وأن اللاعب سيخضع لفترة تأهيل وراحة تصل إلى 3 أشهر ونصف. وقال برشلونة أن اللاعب أجرى الجراحة صباح اليوم، وأن الجراحة تمت بنجاح، ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن صفوف فريقه لمدة 3 أشهر ونصف. وكان دامبلي قد تعرض للإصابة في قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه أمام هيتافي في بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. البداية من الأخبار، الأهلي يتدرب على ضربات الجزاء استعدادا للترجي. من الجمهورية، الأهلي يتأهب للشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية. ومن المصري اليوم، عبد الله الشامي يبدأ تدريباته مع الأهلي ببرنامج بدني خاص. من الشروق، أبو زيد الأهلي قادر على التأهل من رادس بشرط. ومن كرة، الأهلي يحدد رئيس بعثته في تونس خلال ساعات. في الجول، 40,000 متفرج لمباراة الترجي والأهلي في رادس. ومن فيتو سيد معوض، لاعبو الأهلي جاهزون لموقعة الترجي. من الأهلي سبورت، محاضرة فنية للاعبي الأهلي لعلاج أخطاء موقعة الترجي. ومن يورو سبورت، جوكر الأهلي في التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.
من مصراوي إصابة بسيطة لأزارو في ميران الأهلي قبل مواجهة الترجي. من يلا كورة ميران الأهلي فقرة لركلات الترجيح تدريب إضافي لفتحي والشناوي وإصابة خفيفة للسولية. ومن البوابة سبورت البدري يدرس إجراء بعض التغييرات في تشكيلة الأهلي برادس. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة زي النهاردة في 19 سبتمبر من عام 1993 الأهلي يكتسح المريخ السوداني بخمسة أهداف مقابل هدف بالجبل الأخضر ضمن إياب ربع نهائي بطولة أفريقيا. سجل للأهلي كل من محمد رمضان هدفان وهادي خشبة وحسام حسن وياسر ريان. وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف في السودان. بالعرض عبد الجليل جول محمد رمضان بيجي الجول الرابع والثاني ليه كرة عالمية محمد رمضان وبيما وحاجة حلوة يا رمضان يلعبها ياسر ايام ماشي من ناحية الشمال ياسر ماشي هو إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.